سلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. أما بعد، إن شاء الله نسأل الله دائما التوفيق فيما نسعى إليه وهو مرضاته وزيادة في حبه والقرب منه شيئا فشيئا. مما وجدت من الذين وجدت من الشعراء الذين تأثروا لا يغلب عسر يسرين، وجدت شاعرين تأثر بكلام الله في هذا الميدان اعتماد على ما طبعت به النفس البشرية من البعد عن العلم بالله. يقول مثلا أبو الفتح البستي: إذا ازدر ساقط كريما فلا يطولن ضيق صدره، ضيق الصدر الكريم، فأكثر الناس مذ كانوا، شوف ماشي يواسي، فأكثر الناس مذ كانوا ما قدر الله حق قدره. يعني أغلب الناس على طبيعة يهودية، طبيعة مشؤومة، ونعرف تاريخ مظلم، تاريخ لا يشرف. سيدنا موسى وما أدراك، سيدنا هارون وما أدراك عليهم السلام، رأي من هذا القوم، هؤلاء القوم، ما لا هو مظلم، ما هو معزل إن صح التعبير. قال هذا أبو فتح البستي: إذا ازدهر سقف كريم، يعني إذا استقف سان همجي، سان لا ذوق له ولا أخلاق له ولا خلق له أجر لا في الدنيا ولا في الآخرة عموما، إذا ازدهر أي تكبر، وهذا اللي تعاني منه على الأجيال، على وراء الأجيال، أن كريمها دائما مهان من طرف لئيمها. إذا ازدهر ساقط، كم من شاعر كان يتألم من هذا، منه أبو الطيب المتنبي وغيره. فأما ازدهر، إذا ازدهر ساقط كريما، يعني هذا عبر تاريخ الكون دائما الكريم والقليل، والناس ترغب في القليل وهو الذئب، وتزهد في القليل الذي هو غير لئيم. يعني فما ملا ازدواجية في الموضوع، ما هو ذئب وما يغري بالشيطان أتباعه، ويجي له الناس ويقتلوا بعضهم البعض، وخاصة هذا في ميدان النساء، حدث ولا حرج. لا أعني الطيبات المستقيمات حبيبات المولى سبحانه وتعالى، اللي ليلا نهارا يكبرون حبهم لله ويسعون في إرضائه بكل وسيلة، سواء كان وسيلة روحية وهي وسيلة لطيفة شفافة رقراقة، ولا وسيلة مادية باحترام الجسد، بستر العورات، بعدم التطيب والخروج يعني الخروج من المنزل، ولا مجر، ويتكرمنا بالذهب والفضة، ويتكرمنا بالطعام وبالملبوس. على كل حال، القليل من النساء اللي خرج من سلطان الذهب اللي بيفيدها، لأنه حبهن للذهب هو اللي تركهن تحت قبضة اللئام من الرجال. إذا ازدهر ساقط كريما فلا يطولن ضيق صدري، ضيق صدر الكريم، لأن الكريم هو يلهيه ويجذبه حبه لله، لذلك كان كريما. فحبه لله لا يجعل له وقت أو اهتمام بما سوى ذلك، والمشغول لا يشغل، ومن ضاق غرف، من ضاق من حب الله غرف، فلا يضيره من ازدراء لئيم، يعني ساقط. فأكثر الناس، البيت الثاني لأبي الفتح البستي يقول: فأكثر الناس مذ كانوا، يعني من بداية الخليقة الإنسانية، ما هذه طبيعة، ما قدر الله حق قدره، بون آدم ما أدرك لم يقدر الله حق قدره، لأن الله في خلقك يا آدم عليك السلام وقالك: لا تأتي تلك الشجرة، أنت ولا زوجك، ماذا صنعت؟ إذا ما قدرت ربي حين هو ينصح فيك أعطاك كل شيء،
لا تجوع فيها ولا تعب ولا تضحى، يعني لا يصيبك لهب، لا يصيبك شر، لا يصيبك ارتفاع حرارة، ولا يصيبك ظمأ، ولا يصيبك جوع، ولا يصيبك انكشاف عورة. قلت لي يا ربي أراد بك آخر ما يراد للمخلوق، أنت ما التفت كان لحاجة بركية مع الفطرة، إذا لم تقدر الله حقا. وهذا اللي خلى البشرية التي جاءت من بعدك في عنا كبير، يفعل فيها الشياطين والإنس والجن ما يريدون. عموما احنا رينا توا شعوب كاملة يلعب بها مثل السيس وامثال الجرذ معنا سوريا والعياذ بالله. اذا ازدرى ساقط كريما فلا يطول لنا ضيق صدري، ولا فلا يطول لنا، كانوا ينصح به، كانوا لانك كريم فلا تلتفت الى اللئيم، فلا يطول لنا ضيق صدري. فاكثر ما شفت التورنير يعني كيفاش ذكاء الشعر، فلا يطول لنا، ما قالهاش مباشره، وكانه يشير الى غيره ان يبلغه انه لا يطول لنا صدره، لان ربنا سبحانه وتعالى بالكريم كريم، فهو اكرم من الكرماء جميعا. يعني اذا كان انت رفعت من قدرك عند الله، فاعلم ان الاضرار ياتيك من الاشرار لا يضيرك في الحقيقه، لن يضركم الا اذى، حاجه بسيطه جدا، كلام ربي في العمق، لن يضركم الا اذى. يعني ما تمشيش في بالكم اللي سيقضون عليكم، شو في بالكم انه حين ملا قرروا باش يزنوكم 30 40 سنه كما يقع في توا في مصر، ما تمشي في بالك القاضي الفاجر هذاك قوله سيطبق ابدا، بين لحظه واخرى تتبدل الظروف، ولا سنفتك بهم جميعا ان شاء الله تعالى، ونحن على حق، ونحن على دفاع شرعي. ولذلك قلت كل من هو اتته الفرصه وهو متيقن ان فلان وفلان اجرموا بحق الله وبحق هذه الامه، فلا بد ان تفعلوا فعلكم فيه، هذا لا نقاش فيه. وقلنا اخواننا في مصر، اخوان المسلمين اساءوا لفهمهم للفريضه السادسه، فلقوا ما لقوا، واليوم يتذمرون، واليوم ما رخين الرحم حتى السحابة تمر، لا راجعوا روحكم في عاد تسلموا للأمر الواقع. شوفوا لماذا لم يكن الأمر الواقع ببصماتكم أنتم، كيف يوصل أمثال سيسي أن من يمثل عليكم ويلبس قناع، ولا قناع أنتم دائما تعزوا فيه وترفعون بشأنه حتى أراكم ما لم يكن في الحسبان. طبعا ننتقل إلى بعد ما قلنا ما قدر الله حق قدره، يعني جزء من آية قرآنية، يقول محمد بن بشير: لا أحسب الشر جارا لا يفارقني. يا سلام أحلى الموقف، موقف عاقل ومستخف بأهل الشر. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعود من جار المقامة، لأنه شر مستمر. عاد الشاعر لا يا محمد بن بشير يقول: لا أحسب الشر جارا لا يفارقني، أحسبه جار سيمر، ستعصف به رياح القدر، لا وقتله إحسانك. يعني الرجل ذا في صدر البيت تاقى عدة حقائق أشار إليه القرآن وأشار النبي عليه النبي السلام عليه الصلاة والسلام: لا أحسب الشر جارا لا يفارقني، ولا أحز على ما فاتني الوداع. يعني فات اللي فات مات، وتقال ما يحزن كي برشا نساء يحزن انا فات فرص، كان في توجه بالنبي، كان انا حصلت على التجاره الفلانيه، لو كان كنت من ورثه فلان الفلاني. يعني دائما كلمه وكلمه لو، ولا لو ما نردش بكل الهمه، ولا احز على ما فاتني الودجة، مش يقتل روحه لانه اللي فاته انا احزنه وهده وفت من عضوده واصابه بالخذلان واصابه بالسويداء والعياذ بالله،
ولا حز ولا حز ما فاتني الودجا. وبعد يقول هذا محمد بن بشير يقول ولا نزلت ولا نزلت من ولا نزلت من المركوب منزلة إلا تيقنت أن ألقى لها فرجا. هنا يعني ماشي في اتجاه ما قاله الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام ودور بين الناس، وأنا أمر فما من يريد بك شرا مر وقل سلام لا نبتغي الجاهلين وقل حسب الله ونعم الوكيل. ودائما إذا منا ما ترانا شيء من الشيطان نتذكر فإذا نحن بين يدي الرحمن الذي يرحمنا بدون كلل ولا ملل. ولا نزلت ولا نزلت من المكروه منزلة إلا تيقنت أن ألقى لها فرجا. يعني ولا تيأس من روح الله، إن الله دائما معكم، من تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه مرهب.